مرحبا برج الدلو، اهلا فيكم. برج الدلو، عندك تحدي خلال يطلب منك النفس الطويل، لان هني عندنا كارت برج الحوت، الرجل المعلق في الناحية العملية، كانما هني مطلوب منك ان تصبر اكثر، انزين تطول نفسك اكثر. برج الدلو، انت من الابراج الهوائية، الابراج الهوائية يحبون يكونون عندهم وضوح اكثر في توجهاتهم، يكونون مثلا عارفين بكرة وين راح يروحون، هل راح ياخذون خطة ألف أو خطة باء. هذا الكرت لما نشوفه يقول لك كل الصورة لحد الآن ما اتضحت لك، مو كل الصورة، في أشياء لحد الآن قاعدة تستوي، قاعدة تنطبخ خلف الكواليس. إنزين، في الوقت الحالي شنو لازم تسوي؟ في الوقت الحالي لازم تحافظ على الشيء القديم اللي عندك، سواء كان، لأن هني هذا كرت تحافظ فيه على عمودين قائمين في حياتك عشان توصل للأمنية اللي تتمناها. الأمنية اللي تتمناها راح تتحقق فجأة، ولكن وقتها راح يتجمع فيه جميع العناصر، تجتمع فيه الموافقة، تجتمع فيه الأموال، تجتمع فيه تهيئ الظروف كلها مع بعض في نفس الوقت، في نفس الأسبوع. طاقة جدا غريبة، ولكن في الوقت الحالي لحد الآن قاعد الشيء يستوي خلف الكواليس. فهذا كأنما مطلوب منك، تعرفون فريز، تجمد. كان في لعبة نلعبها أيام الطفولة، أن من أشطر واحد ومن أفضل واحد يقدر يحافظ على أنه بدون ما يضحك، أوكي، يجمد نفسه بدون ما يضحك، أو يجمد نفسه بدون حركة 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 قف، إذا في أحد يذكر هاي اللعبة. هذا هي التحدي أمامك، لأن لحد الآن شوف، سواء تركت الشيء اللي موجود عندك في حياتك العملية، أو استعجلت، طولت على النار أو قللتها، ما راح يتسرع الشيء، ما راح يأتيك بسرعة أكثر، ما راح يتهيأ لك قبل ما يكون موجود. فشنو المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تتأنى وتحافظ على الشيء القديم. عندك شيئين في حياتك العملية، ممكن يكون الدراسة والعمل، ممكن يكون الدراسة وأنت أيضاً حاط في بالك شيء ثاني، مشروع ثاني، ممكن يكون انت هني تحاول ان تنتقل الى دولة ثانية، الى عمل اخر، عمل افضل. هذا يحذرك وايضا ينصحك ان انت ما تهمل القديم عشان تحصل على الجديد، لان هني كأنما في احتمال ان تخسر، لا تحصل القديم ولا الجديد. تعرفون الرجل اللي يستطيع ان يجمع بين زوجتين ويوفق بينهم في الحلال ويعدل بينهم. لما أقول يعدل، لا تنسون عندنا هني كرت العدالة برج الميزان، الكرتات دخلت في بعض بالضبط. عندك أمور في حياتك برج الدلو راح تضطر أن تدخلها في بعض، وقت اللي أنت تدرس تشتغل، وقت اللي أنت أوريدي عندك قائم على وظيفة تتابع وظيفة أفضل، راح تدخل الأمور في بعض. ولكن هناك عندنا كرت العدالة، محتاج أن توازن، مو تترك شيء عشان تحصل شيء، مو في الوقت الحالي، ما تعرف متى راح يأتيك النداء. لما يحين الوقت بتشوف ان الامور بروحها تتسهل. عندك شيء متعسر حاليا لان لحد الان ما تمت الموافقة الالهية، هذا كرت النداء الالهي. في اغلب الكرتات اللي عندك هني، ثلاثة منهم من كروت التارو الرئيسية، يبينون لي ان في حدث كبير قادم، حدث كبير قادم، الموافقة راح تتم سريعا عليه، إعطاء الموافقة راح يكون سريع، ولكن حتى الإجراءات نفسها، لأن عندنا كرتات رئيسية، الكرتات نفس الإجراءات راح تكون طويلة صعبة، بدها نفس طويل، بدها شخص يتحلى مو بالسرعة. أنت سريع برج الدلو، مو بالسرعة، بطول النفس. في فرق بين السباق اللي يوصل أول واحد وبين الماراثون. الشيء اللي تتمناه راح تحصله فقط بطاقة الماراثون، النفس الأطول. مو مهم أنك تكون سريع جدا حاليا في هاي الشهر، أو تأخذ إجراءات كبيرة أو خطوات حتى كبيرة، حافظ على سرعتك الحالية، حافظ على الأشياء البسيطة، أنك تذهب إلى العمل، تذهب إلى الجامعة، الأشياء البسيطة هاي اللي أنت كل يوم تسويها كسعي لأنك تروح تحقق هاي الأمنية، حافظ عليها، حافظ عليها لحد ما أصير فيهني قاعد أشوف استدعاء انفراجة كبيرة. وحتى في الانفراجة الكبيرة، شوف، بعد يختم لك التارو بكارت يبين لك ان انت ضروري جدا تحافظ على شيئين في حياتك، شيئين قائمين، لان اثنينهم
برج الدلو، لأن اثنينهم راح ينمون. عندنا نبتدي بشيئين ولكن أغصان، وننتهي بكفتين ميزان. فعندك شيئين في حياتك راح ينمون كلهم مستقبل زاهر، حتى لو كنت أنت مثلا تحب الشيء الثاني، تحب أنت الحين في وظيفة، بس الشيء اللي تحب، الشيء اللي أنت شغوف فيه هو البزنس اللي أنت راح تدخل فيه ومخطط أنك تدخل فيه. اثنينهم راح ينمون بشكل جدا جميل، اثنينهم راح يكون لهم مستقبل. انزين، اثنينهم راح يكونون لك سند في المستقبل، الوظيفة مثلا والبزنس، الوظيفة وأيضا الدراسة في الجامعة. مو واحد منهم، هذا الشهر جدا ضروري ينبهك ان برج الدلو لا تتخلى عن شيء عشان تحصل على شيء، حتى لو حاليا واحد منهم ضعيف، اوكي، واحد منهم يحتاج الكثير من الدفعات، الاجتهاد من قبلك، اثنينهم راح ينمون بقوة، اثنينهم راح في النهاية كل واحد منهم يضخ لك اموال كثيرة، ولكن محتاجين ننتظر لحد ما يصير انفراجة كبيرة في هاي الموضوع، وانت راح تعرف متى يصير الانفراجة، متى تصير الانفراجة. خلنا نشوف الجانب العملي. برج الدلو عندنا هني كروت، اوضح طاقة عندنا هني كروت الابراج الترابية، العذراء، الجدي، الثور. اوضح طاقة قاعدة تأتيني طاقة العذراء والجدي عندكم مع هذا الشهر. انزين، عندكم شخص يريد أن يكون في بينكم وبين لقاء، ولكن في نفس الوقت كأنما عنده قلق بخصوص أموره المادية، عنده قلق، شوفوا مو عنده خوف من الارتباط، حاس أن أنتوا السول ميت، أو أنتوا نصف الآخر، أن أنتوا الشخص المثالي بالنسبة له، ولكن عنده خوف مو بخصوص الالتزام نفسه. أحس مو سهل بالنسبة لهذا الشخص انه يرتبط، لا تنسون هذه طبيعة الأوراج الترابية. حاس ان انت تفهمه ومتأكد انه يريد ان يكون معاك، ولكن لحد الآن شوفوا نفس طاقة انه في شيء ما جهز عندكم. وحتى الشخص لحد الآن حس نفسه ما صار، ما اشتد عوده، ما رتب أموره المادية، أموره الحياتية، انه يستطيع ان يعرض عليكم زواج، يستطيع ان يعرض عليكم مبادرة كبيرة، مبادرة تأتي معها التزامات أمام الله، أمام المجتمع، أمام الناس. إنزين، فكأنما هني في شخص يقول حتى يا برج الدلو لو ما أقدر أكون معاك بشكل في مؤسسة زواج، على الأقل أريد أن أكون معاك في علاقة، على الأقل أريد أن يكون في تواصل بيني وبينك. لأن هني كأنما في ثمانية السيوف في تواصل، في بلوك من قبل أحد. هذه السؤال قراءة ممكن تكون عكسية في هذا الجانب، في أحد مسوي للثاني بلوك، الشخص الثاني قاعد يتخيل، يعني في شخص مسوي بلوك، الشخص الثاني قاعد يتخيل لو انرفع عني البلوك او لو رجع بيننا التواصل مرة ثانية راح اقدم لك كذا كذا هدية، راح يقدم لك شيء في الوقت الحالي، انه لو صار في بينكم تواصل راح يعوضك بطريقة، مثلا يأخذك في موعد جميل، انه يعطيك هدايا، انه يهتم فيك، يحبك من كل قلبه، على ما يجهز الطبق الرئيسي اللي هو في نظره. ونعم قاعد أشوف من الطاقة لحد الآن ما جهز. صاحبكم هني، شريككم، داخل في ارتباطات جدا صعبة، التزامات صعبة، عقود، التزامات مالية، لحد الآن قاعد يدفع ديون، ما صار لفترة مثلا، ما أسس نفسه ماديا، فعنده أشياء هني لحد الآن في طاقة الشيطان، طاقة اللي قاعدة تكبحه، قاعدة تمنعه، مو من نفسه للأمانة، قاعدة أشوف الشخص هذا خصوصا إذا برج ترابي، مو من نفسه يريد أن ما يتم الارتباط بينكم وما يعرض عليكم هذا الشيء. في أشياء قاعدة تمنعه، أشياء لوجستية، لوجستية يعني نتكلم عن طاقة الأموال، طاقة العقود، طاقة الأشياء الحياتية. عنده وظيفة بس مثلا يعتقد أن الراتب ما يكفي، يحاول انه يأسس لنفسه بزنس، هاي نوع من الطاقة. قاعد يفكر هني شلون بالضبط يصير بين الالتقاء. يمكن انت برج الدلو تريدون الالتقاء فقط بشكل معين، لان هني اشوف انه في حب كبير، فترغبون بالارتباط انه يتم او تنغلق الصفقة، مستعدين ان انتو تقدمون تنازلات، كأنه تقولون لي احنا برج الدلو اصلا ما قاعدين نطلب الكثير،
ما عندنا توقعات كثيرة، بس أنتوا تتعاملون مع شخص لما يدخل في هذا الارتباط الكبير يريد أن يقدم الكثير، يعني ما يحب مثلا نعيش حياة بسيطة، أو حتى يقول لك يوم من الأيام لا أستطيع توفير كذا كذا لك، ما يحب أنه يدخل في هذا النوع من الارتباط معكم، يحب أنه يكون جاهز، يحب أنه يكون أمواله كثيرة. هنا نتكلم عن الجهوزية في طاقة ملكة الأرض، يكون جاهز، يكون يستطيع يصرف، يستطيع أنه مثلا يشتري على طول بيت. عرفتوا عندكم شخص حتى ما يبي يسكن في إيجار، ما يبي يتبهدل، ما يبي يبهدلكم ولا يبهدل نفسه، يريد أن يحافظ على مستوى معين من المعيشة، طموح. فهذا المانع بالنسبة لي، المانع قاعد أشوفه لوجستي. ولكن في الوقت الحالي حتى لو بتمون في علاقة، هو هني قاعد يفكر شلون، شوف حتى في العلاقة قاعد يفكر شلون يهتم فيكم ماديا، يقدم لكم، قاعد هني يتخيل نفسه لو برج الدلو مثلا رفع عني البلوك أو رجع التواصل بيني وبينه، راح أسوي له كذا وكذا وكذا، راح أهتم فيه بطريقة أفضل، راح أبين له أكثر، لأنه يفتقدكم، خصوصا إذا التواصل الحين بينكم قليل أو مقطوع. زين خلنا نشوف الحين المنفصلين مع أي أبراج الاحتمال أكثر يكون في رجوع يا برج الدلو بينكم وبينهم. أبراج النارية، حمل، أسد، قوس، الجوزاء. الدلو والأسد أحس لشهر فبراير الرجوع ما راح يكون، راح يكون رجوع مؤقت. زين أحس خلال هاي الشهر بالذات طاقة النار مع طاقة الدلو ما قاعدة تمشي بطريقة سهلة، بطريقة مريحة، أبدا مو مريحة. عندنا هني أيضا طاقة الأبراج المائية، سرطان، حوت، عقرب، راح يكون نفسهم أطول معاكم، يستطيعون أن يقدمون شيء. زين الجوزاء بعد حاضر وبقوة. أبراج الترابية مثل ما قلت لكم هني، عذراء، جدي، ثور، العقرب مرة أخرى، العقرب حاضر بقوة تقريبا في كل قراءات شهر فبراير. هذا عندنا أيضا الطاقة المائية. برج الدلو أشوف هني أنه خلال شهر فبراير الأبراج الترابية، هني لما قلنا لكم في رجعة، راح يخوضون معاكم شوي حديث يسبب لكم نوع من الصدمة. إنزين حديث شوية يصدمكم، يتكلمون معاكم بصراحة وجادين، ولكن يصدمكم الحديث، يصدمكم مثلا طلبة، مثلا يرجع الشريك ويقول لك أو يخبرك إنه، لأنه هو صريح يريد إنه يكون يبدأ معاك صفحة جديدة بصدق، مثلا يصارحك إنه في الماضي دخل في علاقة من بعدك، أو مثلا في الماضي كذا كذا سوى من وراء ظهرك. عرفتوا؟ فعندكم شخص راح يصارحكم يا منفصلين، ولكن مو شرط أن الصراحة تعجبكم، مو شرط أن راح تنعجبون فيما يريد أن يخبركم به الشريك. خلينا نشوف النصيحة الأخيرة لبرج الدلو. برج الدلو مع الأبراج الترابية أحس راح تكون في موانع كثيرة، اثنينكم ترغبون بالرجوع بس في موانع كثيرة، الظروف، الوقت، التقدير الإلهي لحد الآن ما صار. إنزين تريجر آيلاند قريبا برج الدلو، ما أدري متى بالضبط، لأن قلت لكم في شيء هني راح يتحقق، وتحققه راح يكون مفاجئ كلهم مع بعض، الموافقة على ألف وباء وتاء وكل الحروف كلهم، الموافقة تمشي معاه في شهر واحد، في أسبوعين. فهذه هي النصيحة، أن أطول نفسك لحد ما تصير هذه اللحظة، أن تأتيك كل الموافقات، تتجمع عندك كل الأموال وكل ما تتمنى في نفس الوقت، عشان أنت تقدر تتحرك على الشيء اللي ترغب هني في تحقيقه. أنفنش سيمفوني، هذه طاقة المنفصلين. إنزين برج الدلو
عندكم شخص لحد الآن عنده أمل في العلاقة وأمله كبير فيها، زين، وكأنه ما قاعد يعشم نفسه بنفسه، قاعد يفكر أنه أنت يوم من الأيام راح ترفعون السماعة تتصلون فيه، ينتظر اتصالكم بفارغ الصبر، لأن لا تنسون الموسيقى نسمعها بالإذن، فكأنما أول شيء ينتظره منكم الشريك، أو أول إشارة ينتظرها منكم الشريك، إشارة القبول، إشارة الاستعداد، أنه يصير في نوع من رفع الحظر، هني اللي شفناه رفع الحظر، الاتصال، زين، لحد الآن حتى لو ما صار في بينكم تواصل عنده أمل كبير، يعتقد ان انتوا تشوفوا هني الطاقة، يعتقد ان انتوا جدا مناسبين لبعض، على قولتهم من تو بي مقدرين لبعض، عشان كذي امله كبير. انا اشوف اخر كارت ثينكر، برج الدلو. النصيحة لك هني ان قبل ما ترفض أنصاف الحلول، لأن بالأمانة اللي قاعد أشوف هني الشريك، سواء راجع من عقب انفصال سواء الحين، هذا الشخص راح يصارحك بشيء، يعرض عليك شيء، بس مو 100% بالمستوى اللي تتمناه، مو 100% راح يعرض عليك اللي باستطاعته أنصاف الحلول. ونعرف إحنا الأبراج الرئيسية للتارو ما يقبلون أنصاف الحلول، دائما يبون الشيء يتم كامل، عشان كذي يسمونهم الفيكس ساين، الابراج الثابته اللي ما تتغير، اللي واضحين اكثر في طاقتهم، ثابتين اكثر في طاقتهم. فهنيك انا ما يقول لك خذ العرض القادم من الشريك بعين الاعتبار، على الاقل فكر فيه، لان هني كان في شيء اريد ان اخبركم فيه بس راح الوقت او نسيت. هني الطاقه اللي اتتني انه بيكون من قبل الشريك راح يقدم لك مثل المقبلات. المقبلات شنو الهدف منها؟ فتح الشهية، نعم، ايضا شنو الهدف منها؟ المقبلات بالعادة تكون جاهزة وموجودة ومتوفرة، نقدمها، اوكي، على بال ما يجهز الطبق الرئيسي. هذا الكارت يطلب منك ان انت تفكر بعمق اكثر، زين، تفكر مرتين قبل ان تترك شيء عندك هني في الحياة العملية، وقبل أن ترفض عرض من الشريك أو محاولته. أتكون شخص راح على الأقل يحاول أنه يعطيك المقبلات على بال ما هو يستطيع، تناسب الظروف، تتوفر عند الأسباب أن يعطيكم الطبق الرئيسي، لأن الطبق الرئيسي بالعادة يأخذ وقت أكثر عشان يجهز. هذا اللي لازم تأخذونه بعين الاعتبار. أعرف أنه مو من طبيعتكم، أعرف أنه all or nothing لبرج الدلو، هذا من أحد شعاراته، زين، ولكن عندكم شخص هني جدا يحبكم، جدا يحبكم وجدا يريد أن يعطيكم، بس ما يستطيع في الوقت الحالي، أوكي، ولكن راح يعطيكم شيء تصبير على قولتهم. ولكن في النهاية أعزائي برج الدلو، هذا القرار راجع لكم.